شو ما في غيرك بالبيت؟ لم بلا محمود وست الحسن نايمة. لهلأ نايمة؟ إن شاء الله نومت أهل الكهف. يعني ما عم تفيق مع أبوكي على شغله؟ هو ما عم يفيقة على عروسة جديدة. ولا عم تطبخ ولا عم تشتغل شي؟ بلا طبخت مرة واحدة. شو ساوت؟ شاكرية. وزبطت معاها؟ يوميتا تغدينا حواضر. وأبوكي شو؟ مسكين جاملها بكم لقمة، بس بتالت لقمة كانوا طول عيونه برا وشه. ناطرة حدا؟ لا، يمكن صبي الخضرجي. مين؟ الخضري اختي. بس هدول؟ أبي ما قالكم تجيبوا لي خيار وبندورة وليمون؟ بلا، بس كنت عم ودي الخضرة لبيت قريب من هون، فقلت بجيب لك الكوسايات بالأول. يسلموا. لحظة شوي، أنتي مخطوبة شي؟ شو؟ إيه شو حكينا؟ عم نسأل مشان نتنور وناخد فكرة بس؟ إيه بلا لعمال وطعمة. انت ليش معصبي كل هالقد؟ يحكينا وخدي الغله تضرب ما قل ادبك وما اغلظك. نلعب من هون. يخرب بيته ما اغلظه. مينو هاد؟ صبي الخضري. مشتهيه شي مره يناولني الخضره بلا ما يتغلظ. قولي لابوكي. لا ايو ما وصلت لهون، حرام. شاب جهلان ما بدي يخرب له بيته. فوتي اعدي لبينا ما اجيب القهوه. يلا لا تتاخري. شو شايفتيني؟ هبلولة قصيرة حربة. وحياتك وحياتك، عم شغلة نص شغل البيت. بالله؟ طبعا. هي استلمت الشطف والمسح والغسيل وأنا مستلمة شغل المطبخ. حبيبتي تكون مسكينة وما بتعرف تطبخ أحسن ما تكون فاجرة وتطفشك من البيت. مزبوط، بس هيك طيبت على هبل وشرشحة. حرام عليكي. بس مو هون النهفة. بتحسي يا أسعد إنسانة بالعالم، لا هم ولا غم. أنا عن جد عن جد أول مرة بحياتي بشوف إنه الغباء بفيد البني آدم. شو يا عيوني هيك عم تشربوا القهوة لحالكم؟ ندهولي والله بحب أشربها معكم. صباح الخير يا عروس. صباح الخير. تفضلي. شو ليلى خانم؟ بتنصحينا نتجوز ولا بلا؟ طبعا حبيبتي بنصحك. الحياة بلا زواج ما لها طعم بنوب. شو إلى معنى الحياة بجواز غير هم أكتر وتعب أكتر؟ لا وفاء، زينب حكي لك معها شي كلمة. أنا والله لسه ما تجوزت. حكي لنا حكي لنا، أنتي بحكم صار عندك خبرة. أي حبيبتي بحكي لها شو علي. من السيد ماهر ونسيت كل شيء، وحاليا هي عم تركض لتروح تشوفه. جدبه تضرب منها لإله. هلا بحوسوا شوي بالسوق وبالاخير بيرجعوا لهون. دقيت لنجيب على اساس انه بده يجي. نجيب دقوا له رفقاته وقال اذا مستعده تستقبليهم كلياتهم مع بعضهم فدقي لهم حتى يجوا. ايوه ناقصني انا. يلا بكسب فيكم حسنه، دقي له انت. ايه كنت عرفاني هذا الشيء. شو؟ شكلك مو محضرة شي. مثل شو؟ مو على أساس حفلة وسهرة وجو؟
أنا قلت جو؟ وأنا قلت لحالي حنان مستحيل تكون عاملة شيء. ألو إيه نجيب؟ ظهر وبان عليك الأمان. يعني وين بدي يكون؟ بيت جدي عند حنان. نجيب قول لعمار هو جاي يجيب العود. إيه هي فاضية ما عندها شيء وناطرتنا. ماشي باي. وين وصلوا بالتحقيق؟ هذا السؤال اللي كنت بدي اسألك اياه. انا ما عندي اي معلومات، بس المؤشرات الاولية اكد على الانتحار. انا حكيت مع المحققين مثل ما اتفقنا، وما خبرتهم اني انا وصلته بنفسي على الفندق، وقلت لهم انه انا حكيت معه لانه هو حكى معي وخبرني وين موجود. هيك احسن، لأنه ما لنا فاضيين لترهاب تحديد. في عنا شغل تاني. شغل شو؟ بدك تروح تعزي وداد وعيلتها. بس أنا حكيت مع تمارا وعزيتها. ما بكفي، مردخاي كان رفيقك وتمارا أبدا ما بتهمنا. تفهمني؟ أكيد فهمت، ومن بكرة رح أروح لعنده. من نيويورك تايمز مدام. اهلا وسهلا فيكي. انا اجيت لهون عشان نحكي بخصوص يلي صار بجمعيه يهود بروكلين. يعني انت اجيتي تشوفي اليهوديه اللي بتكرهها